عندك بزينة وحبيت تطبيقا لتعليمات معالي الوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وين كانت عندنا الإمكانية وين جرينا بعض الجلسات مع الأطباء الخواص المختصين، يعني المختصين في المصالح في أمراض النساء والتوليد اللي موزعين على مستوى الولاية، وين بعد النقاش الحمد لله كان استجواب نتاع الأطباء الخواص، وين زادوا دعمونا في باش يديروا معنا المناوبه وباش ما يكونش عندنا عجز وما يكونش عندنا يعني مشاكل ولا ما يكونش كاين مشاكل للنساء الحوامل. دعمنا وراهم هذو عندنا 5 اطباء خواص راهم يشاركوا بصفه منتظمه ويديروا لنا الدوام نتاع في مصلحه الولاده.